عظم الله شأنه فقرنه بالإيمان، فلم يذكر الإيمان قط إلا بمعيته في القرآن، بل وجعله سبحانه معيار صدق الإيمان وتجسيدا لقيمة الإنسان، فأمر به الخلق جميعا بمن فيهم الأنبياء خير خلق الرحمن. يعرف العمل بأنه نشاط جسدي أو عقلي يقوم به الإنسان لتحقيق هدف أو غاية أو نتيجة، والحركة عند الإنسان مصدر إبداع حضاري، لأنها لا تصدر عن الجسم فقط كما هو لدى الكائنات الحية غير العاقلة، بل كذلك العقل والروح. ويعرفه أوغست كومت في كتابه السياسة الوضعية بقوله: العمل هو التبديل النافع للوسط الخارجي، فهو عند الإنسان نشاط يحول المادة من صورتها غير النافعة إلى صورتها النافعة التي يريدها حسب وسائله وإمكاناته وغاياته، مستخدما قواه الجسدية والعقلية معا، ومؤثرا في الطبيعة ومتأثرا بها. ولكن هل العمل حاجة بيولوجية لتلبية الاحتياجات الأساسية في الحياة؟ أم أنه حاجة جسدية وعقلية ونفسية؟ لم يعد العمل ضرورة بيولوجية لتلبية احتياجات جسدية وغرائزية عن طريق حركات آلية لا معنى لها، وإنما هو نشاط واعٍ ليجعل الإنسان قيمة اجتماعية وأخلاقية وإنسانية، بل هو تجسيد لقيمته الإنسانية ليكون بعمله الإنساني إنسانا. في دراسة قام بها الباحثان تيل واشتر ودانيال سوليفان، وجدا أن البطالة تأثيرات سلبية عظيمة، فهي تؤدي إلى زيادة معدل الوفيات في السنة التي فقد فيها الموظف عمله بنسبة تتعدى 50% من المعدل الطبيعي، وزيادة بنسبة تصل إلى 15% بعد العام الأول، وتستمر هذه النسبة لمدة 20 عاماً. وفي دراسة قامت بها مارغريتا فوس وزملاؤها في السويد، أكدت أن التأثيرات السلبية لفقدان العمل استمرت 24 عاماً، بزيادة معدلات الانتحار والحوادث والإصابة بالأمراض السرطانية وأمراض القلب. وبذلك اتضح أن التأثيرات السلبية لفقدان العمل أو البطالة تلازم الإنسان مدى الحياة. وفي دراسة على أكثر من 500,000 شخص في بريطانيا، بيّنت أن نسبة الانتحار في الأشخاص العاطلين عن العمل ازدادت 3 أضعاف على مدى 10 أعوام مقارنة بالأشخاص العاملين. وفي دراسة نشرت بمجلة الجمعية الطبية الأمريكية وتمت على أكثر من 13,000 بالغ ما بين عمر 51 و75 سنة على مدى 18 عاما، وجدت أن الإصابة بالجلطة القلبية ارتفعت بنسبة 63% في الأشخاص الذين فقدوا 4 وظائف في هذه الفترة، وارتفعت النسبة إلى 22% للذين فقدوا وظيفة واحدة، والنسبة الأعلى تكون في السنة الأولى من فقدان الوظيفة. وجدوا أن خطر البطالة على الصحة لا يقل عن خطر التدخين أو الضغط أو السكر في التسبب بالإصابة بالجلطات القلبية. ويعزو الباحثون ذلك إلى زيادة هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، وتغيير نمط الحياة عند العاطلين من زيادة نسبة التدخين وشرب الخمر والغذاء غير الصحي وإهمال الرياضة، وكل ذلك يعكس الحالة النفسية للشخص الذي لا يعمل، وانعدام القيمة الذاتية ونظرته لنفسه ودوره في الحياة. أضف إلى ذلك الانعزال الاجتماعي المصاحب البطالة، فالإنسان كما خلقه الله كائن اجتماعي، والعزلة عن المجتمع لها تأثيرات سلبية على صحة الإنسان جسدا وعقلا وروحا. لذلك تبين الدراسات أن البطالة هي أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالاكتئاب. لقد عظم الإسلام مكانة العمل، فقرنها بالإيمان في كل آيات القرآن،
الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بل وجعلها دليل صدق الإيمان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وجعل سبحانه الجزاء على قدر العمل، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن تعظيم شأن العمل أن أمر الله به كل خلقه، فالأنبياء وهم أفضل خلقه سبحانه عملوا كما يعمل الناس، فعمل آدم بالزراعة وداود بالحدادة، وكان عيسى في الصبا نجارا، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل برعي الغنم والتجارة. فلا يجوز لمسلم ترك العمل بذريعة التفرغ للعبادة أو الدعوة ثم يسأل الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لئن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيعه فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. وقد كان من أهم أسباب تخلف العرب في الجاهلية عن الحضارات الأخرى هو احتقارهم للأعمال اليدوية، والذي أطلقوا عليه اسم المهنة من الامتهان، فلا يعمل في المهن كالنجارة والحدادة والزراعة والحراثة والفلاحة إلا العبيد، بل كان لا يطلق اسم أفلح إلا على العبيد. أما سالة العرب فلا يعملون إلا في التجارة، حيث الربح الوفير بجهد قليل، مما غذى فكرة شرف الكسل واحتقار العمل. ولذلك قال أبو جهل لسيدنا عبد الله بن مسعود قبل قتله متحسرا: لو غير أكار قتلني، أي لو قتلني رجل لا يعمل في مهنة كالزراعة احتقارا منه لها. وجاء الإسلام ليجتث كل هذه المفاهيم السلبية الخاطئة، فجعل الإيمان والعمل متلازمين في وقت كان الإيمان مشكوكا به وكان العمل محتقرا، لتأكيد أن العلاقة مصيرية لا فصل فيها بينهما. وقد أكثر القرآن من آيات العمل باليد والفلاحة والحرث، فقال: قد أفلح المؤمنون، وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، وقال عز وجل: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وضرب الله مثلا لرمز الحضارة القوية العادلة الشامخة في القرآن بذي القرنين، وأكد أن من أهم وسائل التمكين وسيلة التصنيع باستخدام الحديد والنحاس، فقال: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، تأكيدا أنه لن تكون هناك حضارة تقيم العدالة والميزان بدون قوة الحديد والتصنيع. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. لذلك لم يفصل القرآن بين العمل الدنيوي والعمل الأخروي، فالدنيا مزرعة الآخرة، هي طريق الإنسان للحياة الأخروية لجنة الخلود، ولا طريق غيرها. الدنيا هي الاختبار الذي اختاره الله لنا في الأرض ووضع لنا سنن هذا الاختبار. إن احتقار الدنيا والعمل الدنيوي هو احتقار لسنة الخلق التي اختارها الله سبحانه لعباده، وتطاول على خالق وواضع هذا الاختبار. وقد وضع الله عز وجل للعمل لكي يكون مقبولا قوانين وأخلاقيات وآداب تحفظ الحقوق والواجبات، وعلى قدر تصحيح النية والامتثال للقوانين السماوية يكون الأجر والثواب والمكافأة الدنيوية والأخروية. فوضع الإسلام معايير أخلاقية للعمل كالإتقان، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، والعدل والإحسان، وإسناد العمل لمن تتوفر فيه الكفاية كالقوة والأمانة والتكليف بالمستطاع من الأعمال، وأن يعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ووضع شروط للعقود وكتابتها وغيرها كثير وكثير. وقد فرق الإسلام بين العمل ذي النفع المتعدي والعمل ذي النفع القاصر،
فجعل أعظم الأفعال أجرا وأكثرها مرضاة لله عز وجل تلك التي يتعدى نفعها للآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. خرج عبد الله بن مبارك يقصد الحج نافلة مع جمع من أصحابه، فرأوا امرأة تأكل من فتات الأرض، فسألها فقالت أنها أرملة تعول أيتاما. فأخرج عبد الله بن مبارك وأصحابه نفقة حجهم ودفعوا بها إلى المرأة وقال: هذا حجنا هذا العام. لقد فهموا أن العمل المتعدي النفع ثوابه وأجره أعظم بكثير من نفع يقتصر على صاحبه وإن كان حج نافلة. وهو عمر بن عبد العزيز يكتب إليه أحد عماله يسأله أن يتصدق عليهم ليكسوا الكعبة، فقال: بل أجعلها في أكباد جائعة. إذا كان للعمل كل هذه المكانة العظيمة في الإسلام، فما الذي حدث لنا؟ كيف أصبحنا نأكل مما لا نزرع، ونلبس مما لا ننسج، ونركب ما لا نصنع؟ جل عملنا تجارة سماسرة، نشتري ونبيع ولا نصنع إلا القليل. وكتاب الله بين أيدينا منذ أكثر من 14 قرنا يوجهنا للعمل اليدوي والتصنيع، بل ويؤكد لنا أن لا حضارة بدونهما. يقول الفاروق عمر: إني لأرى الرجل فيعجبني، فأقول: أله حرفة؟ فإن قالوا لا سقط من عينه. ويقول سيدنا علي رضي الله عنه: بركة العمر حسن العمل. ويقول الإمام الأوزاعي: إذا أراد الله بقوم سوءا أعطاهم الجدل وحرمهم العمل. وكان نابليون يقول: حياة بلا عمل عبء لا يحتمل. يقول الكاتب الجليل مالك بن نبي في كتابه شروط النهضة: إن الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة، ولكن منطق العمل والحركة، فهو لا يفكر ليعمل، بل ليقول كلاما مجردا. وحتى نعيد للعمل مكانته التي أرادها القرآن له، فيكون العمل أسمى صور العبادة، توأم الإيمان، ويدرك المسلم ويتيقن أن لا إيمان بلا عمل. وحتى نفعل ذلك فسنظل في مؤخرة الركب لمخالفتنا لسنة من سنن الله الكونية، وبذلك لا نفقد مكانتنا في الحياة فقط، وإنما نفقد إرث الدنيا وإرث الآخرة معا. قال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.